يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام من جديد. وصلنا الآن إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 24 من أيلول من عام 1855 اكتشف الكالوكوجين المخزن في الكبد. والكالوكوجين هو أحد السكريات المعقدة والذي يكون على شكل بوليمر، والوحدة الأساسية له هي الكولوكوز. ويعمل الكالوكوجين كمخزن للطاقة سواء في الكائنات البسيطة مثل الفطريات أو في الحيوانات. وفي مثل هذا اليوم من عام 1957 افتتاح ملعب كامب نو في برشلونة، وهو ملعب كرة قدم يقع في منطقة ليس كورتس بمدينة برشلونة بإقليم كاتالونيا الإسباني. يعد ملعب الكامب نو الملعب الرئيسي لنادي الدرجة الأولى الإسباني نادي برشلونة. وتم افتتاح الملعب بعد 3 سنوات من عمليات البناء التي بدأت في 28 مارس من عام 1954. ويتسع الملعب لحضور حوالي 99,354 متفرج، مما يجعله أكبر ملعب كرة قدم في قارة أوروبا. وأيضا في مثل هذا اليوم من عام 2015 حادثة تدافع خلال الحج في منى بالسعودية من قبل الحجاج أدى إلى مقتل 769 شخصا على الأقل وإصابة 694 آخرين حسب الرواية الرسمية السعودية، وهو أعنف حادث يكون في الحج منذ التدافع الأخير من عام 1990 الذي أدى إلى مقتل 1426 شخص. وفي مثل هذا اليوم من عام 1948 ذكرى تأسيس شركة هوندا، هي شركة يابانية متعددة الجنسيات مصنعة للسيارات والدراجات النارية ومعدات الطاقة، ومقرها في ميناتو طوكيو وأيضا اليابان. وأيضا في مثل هذا اليوم من عام 1983 ذكرى ولادة هيا عبد السلام، هي ممثلة ومخرجة كويتية تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006 قسم التمثيل والإخراج، وكانت تجربتها الأولى بالإخراج في مسرحيتي أولى أول وأيضا انتظارات. أما في مجال الإخراج التلفزيوني فقد عملت كمساعدة مخرج مع محمد دحام الشمري في مسلسل عيون الحب وأيضا مسلسل آخر صفقة حب وغيرها. إذا مشاهدينا الكرام هذه كانت آخر أو أبرز الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم، أكيد راجعين لصديقتنا أو زميلتنا في الأستوديو شهلة.